عزيزي المشاهد، يتجدد الموعد وتتجدد الصحبة في عالمكم، عالم الشهرة. نجمتنا لهذه الحلقة ربيع دائم وإشراقة متجددة، فهي البساطة بكل صورها، ولهذا ولدت نجمة متألقة على الشاشة الصغيرة لتبدأ مشوارها في عالم الفن. نجمتنا تعتز بفنها وبأمومتها، ويقابلها الجمهور بنفس الحب والاعتزاز. نجمتنا الرقيقة آثار الحكيم. آثار الحكيم، لو خطي تجربة الإنتاج، إيه نوعية الموضوعات اللي حضرتك تحبي تقدميها؟ أنا هقولك بقى حاجة بمناسبة حكاية الإنتاج دي، وأول مرة أقولها الحقيقة. أنا كنت قبل كده يعني فكرة الإنتاج دي أبعد ما يكون أني أفكر فيها. طبعا الأول أفرش البيت وبعدين أفكر في الإنتاج، انما اللي حصل بقى الحقيقه وده يعني حقيقه اثر فيا جدا، اني سعدت جدا بتجربه ممدوح عبد العليم وشريف عرفة المخرج في انتاج فيلم سمع هوس لسه هينزل مع زميله ليلى علوي. ده شيء لفت نظري انه ليه ان انا ممكن انتج كشريكه باجري، يعني انا ممكن انا ومخرج ومؤلف ومثلا الزميل الممثل معايا اربع اشخاص او خمس اشخاص نقدر ان احنا ندخل باجرنا ونبقى احنا اصحاب الفيلم فعلا، احنا اللي نكسب منه، احنا اللي نوزعه، احنا اللي نعمله بقى على المستوى الفني اللي احنا عايزينه فعلا. ومن هنا فعلا جات لي فكره الانتاج الحقيقه، لانه وانا بقول لك ده لانه في زميل صحفي كان شاطر قوي، فما بقول انا ان شاء الله بفكر هنتج وكده، فبيقول لي طب احنا عارفين يا مدام ان انت ما فرشتيش البيت، هتنتجي ازاي والبيت مش مفروش؟ فطبعا كانت ملحوظه ذكيه يعني، انما ممكنه جدا وسهله جدا وممكن تنفذها ببساطه. طب ليه لا يعني؟ فده اللي ان شاء الله باذن الله ناوي اعمله، اني علشان اقدم نفسي وعلشان اقول في طاقات لسه موجوده في اثار الحكيم ما طلعتش، نويت ده. يمكن اول حاجه هفكر انتجها الشكل الكوميدي، لاني الحقيقه فوجئت جدا برد فعل الجمهور لما عرض لي فيلم بطل من ورق في التلفزيون، وهو زي ما انت ضحكتي كده انه الناس انبسطوا قوي ان انا عامله هذه النوعيه. بالمناسبه كان اسم البطل ايه؟ رامي قشوع مش خروع. فقلت انه اولا لقيت نفسي قوي في ده، في اما بيبقى نص مكتوب حلو، كان الاستاذ ابراهيم الجرواني، وانت حاساه قوي وحابه قوي، فبتلاقي نفسك بطبيعتك جدا بقى بتنطلقي فيه يعني. فيمكن الناس فوجئوا بيا في ده لانهم متعودين عليا، يعني مش عايزه اقول دمي تقيل، بس يعني جد قوي وملتزمه قوي وحاجات كده يعني. مجموعه من الاسماء وحضرتك تقولي لي انطباعاتك عنهم ايه. نبدا اولا بالنجم العالمي عمر الشريف. هو طبعا انا هقول لك حاجه، استاذ عمر الشريف اكثر ما يميزه انك اول مره تقعدي معاه كده واول مره تشوفيه، يعني تحس ان بيكلمك عن اسراره، واصلنا بنتي عملت، واصلنا مش عارف اتخانقت مع السكرتيره وقلت لها، فتحس انك تعرفيه من زمان وتحسي بانه ايه ده ايه التواضع ده يعني. بس مع العشره طبعا هو يعني ذكي جدا ولئيم جدا، وايه يعني مش عايزه اقول لك انه بيمثل التواضع، ده فيه يعني او الالفه اللي تحسيها دي على طول، انما طبعا عارف كويس قوي هو بيقول الكلمه دي ازاي والمين وامتى وبيتعامل مع ده ازاي ودي ازاي وكده يعني. كان اللي ساعدنا جدا التزامه شديد الحقيقه في العمل، وخاصه في المواعيد، يعني احنا كنا طبعا متوقعين انه نجم عظيم وكبير زي ده ممكن يجي براحته بقى، ممكن يطلب كاميرا متاخره كده، بالعكس كانت مثلا كاميرا الساعه 10 فعلا، اوقات كان بيروح قبل العمال، وده شيء جميل كالتزام ممثل طبعا، وخاصه ما يبقى ممثل كبير كده. ف يعني انا الحقيقه كنت سعيده بالعمل في فيلم ايوب مع الاستاذ عمر الشريف. طيب على ذكر الاسماء نقول نور الشريف، انطباعاتك عنه؟ يا سلام يا سلام، ده أستاذ تمثيل وأستاذ إنسان في الحياة الحقيقة، يعني الأستاذ نور من أكتر الناس اللي أحب جدا أشتغل معهم، وببقى حاسة بارتياح شديد، ما ببقاش مشدودة،
أنا بشكل عام في الشغل ببقى مشدودة جدا، لكن لأنه فنان ملتزم جدا في مواعيده وفي تعامله مع الآخرين والزملاء، وطبعا متفهم جدا للعملية الفنية بعمق شديد جدا، فأي حد بيسأله في أي حاجة طبعا، وحتى من غير ما يسأله لو حس إن قدامه محتاج حاجة بيقولها له. ومقابل ده برضو على المستوى الإنساني، يعني حقيقي إنسان بمعنى الكلمة. حامد ده المهندس أخو زميلتي يا بابا. مال؟ لا ما هو حضرتك لما هتقابله هو هيشرح لك الحالة. أنت جايبه يشرح لي يعني؟ طيب الفنان الكبير محمود مرسي. يا خبر أبيض، الأستاذ محمود ده يمكن مثلا سألت كتير، مثلا حسيتي برهبة وانتي بتشتغلي مع الأستاذ عمر الشريف. الممثل الوحيد اللي شعرت بالرهبة قدامه كان الأستاذ محمود مرسي. الأسباب يعني أولا هو بيحترف تمثيل الطبيعية، لكن هو ما بيبقاش طبيعي، يعني عارفه قصدي، يعني في ممثل يقول يعني مثلا يقولوا عبله كامل ممثله تلقائيه جدا وطبيعيه جدا، وفعلا تلاقيها في الحياه قريبه قوي من ده. استاذ محمود مرسي ما بيختلفش طبعا عن ادواره الحقيقه برضو كالتزام وكاخلاق وكل الحاجات دي، بس محترف انه يعرف ازاي يمثل يبقى طبيعي ازاي. فالوحيد اللي مثلا كنت ابقى اقف قدامه حافظه جدا ويعني مفيش مشاكل، هما جملتين اللي هقول ممكن اتلخبط وانساهم. ومعرفش في مسلسل ايه كان مسلسل جميل عملناه اسمه عرض في التلفزيون ايضا اسمه سفر الاحلام، كان مسلسل كوميدي تاليف الاستاذ وحيد حامد، وكان اول اخراج للاستاذ سمير سيف كاخراج فيديو، فكانت تجربه جميله قوي وممتعه جدا. وهو بقى على المستوى الانساني كمان كوميديان خطير، يعني ما تبطليش ضحك وانت قاعده مثلا بنتغدى ولا بيقول حاجه او بيعلق او كده يعني. فكانت تجربه ممتعه جدا اني اشتغلت مع استاذ محمود مرسي. ننتقل لمحطه اخرى في حياتك وهي اثار الحكيم الام والزوجه. اعرف من حضرتك بعد وصول عمر ممكن تؤدي ادوار الام على الشاشه؟ قدمته من قبل ما اكون ام يعني، وقدمته وانا حامل، وقدمته بعد ما بقيت ام كمان. يعني هو طبعا يعني هيبقى دور ام يعني مقنع، يعني مش ممكن اقدم دور ام وبنتي في الجامعه مثلا، مش هتصدقيني. لكن لو عندي طفل 5 سنين 6 سنين، الكثير من الفتيات بيتجوزوا صغيرين، يعني ممكن يبقى اولادهم فعلا قريبين قوي منهم، فليه ارفضه؟ بالعكس، انا حاليا طبعا كأم حقيقيه هتفرق معايا كتير اني عملت صورت فعلا فيلم لسه هيعرض، فيلم بوليسي يعني، عامله فيه دور ام الطفل عنده حوالي 6 سنين. طبعا مشاعري كانت مختلفه تماما عن ما عملت الام مثلا وانا كنت حامل لسه في عمر في الرابع، وكان عندي طفل المفروض في فيلم كراكيب كان مع صلاح السعداني واخراج عمر عبد العزيز. طبعا المشاعر بتختلف، يعني دلوقتي انا احساسي لما ببقى متلهفه او خايفه على طفل معايا في عمل ما وانا بمثل دور امه، بحس انه حقيقي، يعني بحس ان انا فعلا متلهفه على عمر او خايفه على عمر او كده، غير قبل كده طبعا دي مشاعر يعني اعظم واغلى مشاعر ممكن ربنا ينعم عليها. فياضه هل نوعية الأدوار اللي بتعرض عليكي بعد الزواج بتحكمها وجود زوج ووجود طفل؟ لا إطلاقا، يعني لأنه يعني أثار الإنسانة بقيمها ومبادئها وتفكيرها ما تغيرتش عن قبل الجواز عن بعد الجواز عن بعد عمر، لانه الاشياء اللي انت مؤمنه بيها بتبقى هي واحده، بتفضل زي ما هي ما بتتغيرش. يمكن اللي بيتغير انت رد فعلك تجاه الاشياء، انك بقيتي اكثر تحمل، بقيتي اكثر صبر، بقيتي اكثر تعقل، بقيتي اكثر مثابره، باحساسك للاشياء مختلف، لكن القيم والمبادئ ما بتتغيرش. اكتر 2 مخلصين في كل اللي عرفناهم،
كنت أتمنى ما نخيبش أملهم. متصورين إن لسه في فرصة؟ محاولة يشكروا عليها. حاجة غريبة، الإنسان ما بيحسش بالفرصة إلا بعد ما بتضيع منه. ده إذا كان أصلاً في فرصة. كان فيه طبعاً، حبنا كان فرصة، بس اتضح إن الحب لوحده مش كفاية. كان ناقصه إيه أنت؟ التفاهم. قصدك التكافؤ. دي فرصة علشان تعرف فيها رأيي بصراحة. أنا لما قالوا لي إنهم هيرفعوا دعوة رفضت وصرت عليهم، لكن سألوني عندك حل تاني؟ للأسف ما لقيتش. أنت رافض تطلق واخد المسألة حكاية تحدي وعند وكرامة، فما كانش ناقص غير المحكمة وتبقى الأسباب والشكل القانوني مجرد تحصيل حاصل. وعلى العموم انت رديت بنفس الطريقة ورفعت قضية طاعة. نبقى خلصين، ودي نهاية قصة الحب العظيمة. الظاهر كان لازم نكتفي بيها أو ننهيها من غير جواز. دلوقتي جوازنا بقى غلطة؟ يمكن لأننا ما حسبناهاش صح. عندك حق. الزوج مجدي جودة، عايز أعرف من حضرتك بيتدخل في قبول أو رفض بعض الأعمال الفنية؟ لا، هو ما بيتدخلش إطلاقا الحقيقة، وده طبعا نابع من ثقته الشديدة في اختياراتي بشكل عام، وإلا ما كانش ارتبط بيا من الأصل يعني. امتى يكون الزواج من وجهة نظرك دافع لنجاح الفنانة في عملها؟ أصلا هقولك بقى حاجة، الزواج ده عدته كبيرة جدا، يعني عايزالها حلقات ومواضيع يعني. ليه؟ لأنه هو فعلا 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 الراحة والاستقرار أول الجحيم بعينه. يعني الحل الوسط بتاعه هيبقى شيء مايع، وهو فقط نسيب الحياة تستمر عشان هي ماشية والسلام. يعني احنا دلوقتي في اتنين اتقابلوا مع بعض، والاتنين عندهم الرغبة المتكافئة، مش هقول اللي قد بعض لأنه مش ممكن هيبقى اتنين قد بعض بأي حال من الأحوال، لكن اكيد هيبقى في حد اكتر من التاني شوية. وانصح كل بنت ان جوزها هو اللي يحبها اكتر شويه من ما هي بتحبه. يعني ده تصريح ان هو بيحبك يعني. وطبعا انا بحب جوزي جدا جدا يعني، بس ايه يعني اكيد كل ام وكل اب قالوا لبنتهم جوزك اللي يحبك اكتر. ليه؟ ما كانش اعتباطا الحقيقه. احنا دايما بناخد نصايح الاهل لينا على انها يوه بقى مواعظ وحكم طب شويه معلش ما توجعوش دماغ حاجات كده، انما في الواقع الشديد جدا انه مش ممكن تبقى حكم ومواعظ وامثال عاشت ملايين السنين وهي مستمره وبتتوارثها الاجيال ومتبقاش حاجه حقيقيه او حاجه صادقه. يعني انت لو عندك فستان كويس قاعد معاكي مثلا 5 سنين، اذا الفستان ده خامته كويسه. فبالتالي الحكم والامثال والمواعظ اللي اهلينا بيقولوها لنا دي عاشت ده كله لانها حقيقيه فعلا ولانها مفيده ليك كانسانه او كابن او كابن. فما كانوا ماما مثلا تقولي كده او بابا يقولي كده الله يرحمه، لم اعده غير بعدين ما قريت كتير وشفت حياه كتير. ليه؟ لان الرجل بطبيعته بشكل عام ملول. الست تحب الاستكانة وتحب بيتها وتحب تبقى قاعدة مع الولاد. الراجل لو ما كانش فيه الشيء القوي جدا اللي يجيبه من العالم الخارجي برا بكل مغرياته عشان يقعد في البيت، لو ما كانش فيه حاجة قوية مش هيجي. لو كان فيه حاجة ضعيفة أو نص نص هيجي مرة وعشرة لا. لكن لما يكون جوزك بيحبك أكتر ومؤمن بيكي أكتر ومؤمن بقيمة الأولاد أكتر والمشاركة في تربيتهم فعلا، هتلاقيه لوحده من غير ما تطلبي منه ما بيصدق يخلص الشغل عشان يجي، ما بيصدق نخلص من المشوار اللي هو فيه لوحده أو اللي أنا فيه لوحده عشان أروح البيت عشان ألحق أقعد مع جوزي أو هو يلحق يقعد مع مراته. فالجواز أساسا لما يبقى في الرغبة من الاثنين موجودة،
نمرة اتنين في استمرارية وجود هذه الرغبة، لأنه في اتنين بيبقوا بيحبوا بعض 5 سنين حب فظيع جدا وبيتجوزوا وبعدين يبتدي الملل وتلاقيهم فجأة اتطلقوا بعد 6 أشهر. يا نهار أبيض، ازاي ده حصل؟ ده يا جماعة بيحبوا بعض قوي، لأنه افتقدوا الرغبة في استمرارية وجودهم مع بعض. ليه برضو؟ أنا مؤمنة أن الجواز ده هو أفة فعلا بودنين، ولازم يشيلوها الاتنين. الأفة دي بتتملي زيادة على مر الأيام، مش ممكن لو إيد واحدة شالتها، لازم هتميل، لازم هتعب، لكن الودنين دول هيحصل التوازن ده، مش هيحصل بقى الايه انها القفة ممكن تدلق والحاجات اللي فيها تتكسر وتبوظ ويحصل الخلل ده. فلو الاثنين مش مؤمنين بده، والاثنين لازم يبذلوا المجهود الدائم انهم يتغلبوا على اي صعاب، انهم يقربوا من بعض اكتر، انهم يتحملوا بعض اكتر، مش ممكن اثنين هيبقوا زي بعض زي ما قلنا. لكن انا من الاول عارفه عيوبك او عارف عيوبي. في عيوب اتفقنا ان احنا هناخدها زي ما هي، لانه ما فيش حل تتغير. في عيوب هنحاول نحسنها وفعلا حسناها نص نص. في عيوب ممكن تتلاشى. فاذا احنا مؤمنين بده هنغير ده. تيجي المرحله اللي بعدها، انه سر استمرار الحياه الزوجيه، مش عايزه اقول السعيده بس هقول المستقره، هو الحوار. دي نصيحه لكل زوج على فكره، فعلا شيء يعني، لاني عاوزه يعني، عارفه، لاني عاوزه، مش عايزه يبقى بس مجرد اني اتجوزت، مش مجرد ان يتقال عليا متجوزه او مرتبطه، عايزه اعيش حياه جميله او حياه هادئه. مش لازم يبقى، مش ممكن هتبقى كلها سعاده، ومش ممكن هتبقى كلها سعاده تعاسه. ف سر ده فعلا، سر استقرار الحياه الزوجيه ده الحوار الودي. يعني انا يمكن اقول لك انه الود في الجواز اهم من الحب. الود يعني ايه؟ يعني انا زعلانه منك، مش هشتمك وهزعق لك وهخرج وبتاع، حاجه اقول لك مثلا انا زعلت عشان كذا كذا كذا. طبعا ده مش ممكن هيحصل في ساعتها، وده برضو اللي بيتفق عليه الزوجين، او اللي انا بتفق عليه انا وجوزي مثلا، انه في ثورات هتحصل، في مشاكل بتحصل بيننا، في حاجه هنقدر نحلها في ساعتها، في حاجه مش هتخلص باي حال من الاحوال، ولو فتحناها دلوقتي هتتصاعد وتزيد. اذا لازم نترك المساله لحد ما يمر يوم 2 3، حتى لو اسبوع، لازم حد مننا هيهدأ اكتر قبل التاني. فممكن نبدا ده، في ممكن ان احنا نساعد نفسنا، نطلع يعني انا اساعد نفسي اطلع زعلي من جوزي ازاي. اشوف حد بحبه، اشوف صديقه بعزها، مش لازم احكي لها، مجرد بس ان انا اخرج اتكلم معها في اي موضوع تاني، اروح مكان بحبه، اروح سينما، اروح شغلي، انزل امشي في الشارع، حتى اروح العب مع ابني في النادي، اركب عجله، المهم اساعد نفسي، ما سيبش نفسي بقى للشيء وازوده وابقى شهيده كده وحاجات يعني صعبه جدا، هتصعب الحياه اكتر. مش قادره اصدق، وازاي جالك قلب تطردهم من البيت؟ كان لازم ادوس على قلبي واعمل كده يا عفاف. طب ليه يا بابا؟ يروحوا فين وهما كل واحد فيهم ظروفه اوحش من التاني؟ عشان كده طردتهم. فجأة لقيت التلاتة قدامي خايبين فاشلين، راجعين البيت زي العيال الصغيرين، البيت اللي سابوه من سنين بعد ما تهيألي ان انا ربيت وفلحت في تربيتهم. يا بابا ظروفهم تخلينا نستحملهم غصب عننا. فنانة أثار الحكيم كتبت خطاب لابنها عمر في أسبوعه، قالت له في إيه؟ أصل عمر ده بقى إيه، عمل لي حاجات غريبة جدا في نفسي. يعني هقول لك سر مثلا خطير جدا، أنا طول فترة الحمل لم أشعر بالأمومة، فمجدي بقى مزعور جدا وهو يعني خايف إنه هيبقى اهتمامي بشغلي طغي تماما على اهتمامي بابني، وهو عارف اني بحب شغلي وبيشجعني الحقيقه عليه فعلا. بس طبعا لا شيء يعادل الاطفال او الامومه او الابوه. فانا بقيت نفسي خايفه. يعني قالوا لي ايه في الرابع هتبتدي بقى تحسي بماما، ما حسيتش. في السابع بقى هيضرب وحاجات ولازم، برضو ما حسيتش. لحد يوم العمليه برضو ما حسيتش. فجاه
فرق السماء والأرض من لحظة الرضاعة الطبيعية لعمر، حسيت بأشياء لا توصف. يعني قد إيه إنه قدرة ربنا سبحانه وتعالى العظيمة، إنه شيء لا حول له ولا قوة، وقطعة لحم حياتها متوقفة عليكي، وقد إيه هي لوحدها لا شعوريا إزاي تعرف تبحث عن مثلا الصدر علشان يعرف يأكل عشان يقدر يعيش ويكبر. شيء رهيب، بقى جسمي أشعر وبقيت مش عارفة أعمل له إيه، وبقى في ارتباط عاطفي شديد جدا بيني وبينه بشكل غريب قوي. فاللي حصل انه انا قليل جدا لما اكتب جواب، يعني انا اخر جواب كتبته فاكره كان سنه 85، قعدت فيه سنه ونص بكتبه بالظبط. فانا ما بحبش ابدا اكتب، ما بعرفش يعني. فاللي حصل، وبعدين نقطه تانية كمان، ان انا صعب جدا عشان اعرف اعيط. يعني حتى جوزي بيعاني معايا في ده، انه ابقى متازمه ومخنوقه وعندي مشكله ومش عارفه اعيط، فيحاول يساعدني عشان اعيط، ما بعرفش. ففجأة في كان صباح اسبوع عمر، لقيتني دموع نازله مش قادره احوشها، وعارفه لما تحس انك كده بتتغسلي يعني، او يعني انا فاكره اليوم ده زي يكون مثلا حصل لي امبارح بالظبط. لقيت نفسي فعلا خرجت من الاوضه، وجيت قعدت كده على الكنبه وعماله بعيط، وبعدين رحت جايبه ورقه فلوسكاب كبيره جدا، وقعدت اكتب له اقول ايه كلمه ابني، كان اول مره اقولها، فكانت يعني بتهزني جدا. فلقيت نفسي انه بكتب له مشاعري دي كلها اللي انا حسيت بيه، وان انا ما كنتش حاسه بيه ايام الحمل، فلو يسامحني على ده لما يكبر، وانه قد ايه انا نفسي جدا انه يطلع راجل، راجل حقيقي بمعنى كلمة راجل. النخوة والشهامة بتاعت زمان، انه اي راجل مثلا كان يشوف بنت معدية وحد بيعكسها كان بشهامة شديدة جدا وبدون اي مقابل يدخل يدافع عنها مثلا. انه قد ايه اي راجل كان ممكن يشوف ست شايلة حاجة يجري ياخدها منها عشان يساعدها بدون اي مقابل. دلوقتي الحمد لله على السلامة يا ست، واحنا في الخدمة ومش عارف ايه، يعني عايز قرشنتين برضو. انما النخوة والتطوع والاخلاق الفروسية يعني عارفة، مش عارفة، الرجولة معنى الكلمة. انت ما تعرفش الصبر والمعاناة اللي عشتهم عشان تربيني انا واخواتي. اغرب خطاب وصل لأثر الحكيم ايه؟ حد بيطلب ايدي بعد ما خلفت. يعني كان خطاب مش عارفة بقى، حد يمكن عايش في بلاد الواقي يعني مش عارف ان انا خلفت كمان، مش بس اتجوزت. الفنانة أثر الحكيم، احنا سعدنا بيكي في برنامجنا عالم الشهرة، انا وأسرة البرنامج بنشكرك وبنقولك شكرا، وربنا يخليلك عمر وأبو عمر. انا اشكرك جدا، وحقيقي انا سعيدة اني في برنامج عالم الشهرة، لاني من المعجبات بهذا البرنامج، والمعجبات جدا جدا بالقناة التالتة، فان شاء الله دايما نلتقي على خير. والحلم؟ لا بقى، الحلو عليك انت. أعزائي المشاهدين، وحتى يتجدد بكم اللقاء في عالمكم عالم الشهرة، لكم منا من أسرة البرنامج أرق تحيات.